احكي لي على البنات في ايطاليا. على البنات في سؤال غريب شوي. منين باش نبدا؟ لك بنات يحبوا برشا نحكي فرنسيه وانجليزي. ديما كي نجي نقول له مثلا راني نقرا، راني سونو لاوريات انجينيري، عندي شهاده في الانجينيري الكتريك، تتبدل النظره. راه يحبوا معنا كي تبدا قاري ولا حاجه. وانت هابط في ستاسيون سنترالي بتاع ميلان وتحس راك دخلت للاوروب بالحق، معنا من بارما للميلان. ومن بعد كي طلعت لميلانو حاجه اخرى، لقيت روحي وحدي نعمل على روحي برشا. كي جيت خاصه لميلانو وقفوا معايا برشا طلين، وقفوا معايا بالحق الحقيقه. يمكن كان جيت في تونس ما نلقاش تونس يقفوا معايا هكا. كيما شنو اكزامبل مثلا؟ في السكنه عاونوني، في الخدمه عاونوني. نحب ميلانو على الاخر، عندي شويه في وقت ونحبها برشا. من الاول اول ما جيت كلم امي بالله يا امي ابعث لي فوكال كيفاش نعمل صوت، كيفاش نعمل هكاك. نسمع مره كل فوكال هذاك وبعد نلقى روحي نطيب في حاجات امي ما طيبتهمش. اسمي عبد السلام الغربي، ايتوديون، جيت عام 2020 23 اكتوبر بالضبط اول مره ندخل ايطاليا. الاول ما هبطت في ميلانو قعدت نهارين حواست غادي، بعد مشيت لبارما عملت لانسكري في بارما باش نقرا غادي، كمل سيك الماستر، عندي ليسونس ديجا من تونس. وكاو جيت المشكلة في وقت خايب يعني متاع الكوفيد، ديما زون روج زون روج، حاسيلو ما قريتش بالباهي وتعدى عام خايب شوية والحمد لله تحلت. بارما صغيرة شوية، صغيرة محدودة نقولوا نحن، ما فيهاش برشا حاجات، ما فيهاش برشا فرص حتى تخدم ولا حاجة. المدينة مزيانة تحس روحك في إيطاليا البرة من تونس، اما كي تدور برشا تحس روحك عبارة في تونس. معبية برشا توانسة، فما برشا عرب مغاربة، فما برشا توانسة خاصة في بارما، فما برشا توانسة. كاو ما حسيتش كلي بالغربة ياسر. يمكن خاطر اول مرة ما زدت كي خرجت حسيتك اللي بعيد على دارنا اول مرة، اما لقيت برشا توانسة يعني. كاو عملتك الحكاية ذيك في حاجات ولا لقيت التوانسة هذي؟ الحقيقة ما عاونتني، ما عاونتنيش برشا، عاونتني شوية نتاع باش ما نحسش روحي وحدي، وما عاونتنيش خاطر ما تنجمش تعمل لك نقولوا نحن تنفلتري روحك مع المجتمع الطالياني، تحسن من روحك اللي انت جاي باش تعيش، حتى ستيل دو في نتاعك يتبدل، تعيش الاوروبيان نقولوا نحن، فهمت. ومن بعد كي طلعت لميلانو حاجة أخرى، لقيت روحي وحدي نعمل على روحي برشا في كل شيء، في كل شيء. ما لقيت روحي وحدي ما بالحق، معناها كل شيء نعمله وحدي، السكنه حتى واحد ما عندي، فماش عرب معناها نتعامل معاه، فماش توانسه جمله وكاكا. اصلا نلقى روحي حتى في اللغه تلانسيت على الاخر، معناها في اقل من عام نحكي بالباهي. ديجا ديما يقولوا لي كومبليمنت تحكي بالباهي، عندك اقل من عام لهنا، فهمت. كاو الحمد لله عندي شكون يعني غادي الحقيقه عاوني باش معناها تفكسيت شويه من اللول، وزيد مدينه اكبر. وكما قلت لك عكس بارما، فيها بارما قلت لك مبكري ما فيهاش برشا فرص، ميلانو فيها الفرص. تحس اصلا كي انت هابط في ستاسيون سنترالي بتاع ميلانو تحس راك دخلت للاوروب بالحق، معناها من بارما للميلانو تحس روحك عباره جيت من تونس للاوروب مره اخرى. نحب ميلانو على الاخر، عندي شويه في وقت ونحبها برشا. وتوا حاسيلو نقرا في الكورس هذا نتاع ميكاترونيكا، وفي نفس الوقت نخدم بارت تايم منا ومنا ندبر في مصروفي. وذيك احكي لي كيفاش خرجت، شنو التحضيرات، شنو عملت، شنو الصعوبات من تونس هاي به من تونس. اول ايتاب عملتها قريت اللغه في كل خاطر باش تخرج انت ديما على اساس ايتوديون، معناها اللي تابلو لم تاع ايتوديون انت باش تعمل بريانسكري ولا انسكري، لازمك ديما النيفو البي 2 في اللونغ هذيك اللي هو الايطاليان. قريت لونغ في وسط العام وانت تقرا في اللونغ ايطاليان، تحضر اوراقك نتاع لانسكري، اوراق مثلا انت شنو الدبلوم الاخر نتاعك، باك ولا الليسونس ماستير اللي هو، تعمل لك الترجمه نتاع الشهاده نتاعك. ومن بعد تبدا تحضر، بعد ما تعمل بريانسكري تحضر تجيك ليتاب نتاع الفيزا وكاو. نحن باش نخرجوا لاوروب ديما حسيتها هكا، وسمعتها حتى من العباد القدم اللي انا ناخذ من عندهم ديما الافكار والخبره. نحن ديما نخلصوا في حاجات، اذا كانت جاي لاوروب تلقى عيشه ما خير راك باش تخلي حاجه وراك،
بار اكزومبل واحد شي خلي دارهم شي خلي نعرش عباد عزيز عليه. انا كي جيت لهنا بار اكزومبل فقدت برشا من العزيز علي توفاولي و كهو اني راضي اصعب حاجه معناها خاطر حتى باش نروح ما نجمش كيما قلت لك زون روج ديما والكوفيد معناها صعب برشا حاجات فهمت حتى امور ماديه وكل ما نجمتش من الاول نخدم الحقيقه باش نجم معناها نعيش لهنا. احكي لي على البنات في ايطاليا. باهي البنات في ايطاليا بنات سؤال غريب شوي مني باش نبدا لك. بنات في ايطاليا عندك شكون انت ساعة؟ كان عندي شكون في تونس ومع مشكلة متاع ديستانس الحقيقة لغالب ما كملناش. شنو العقلية الهنية متاع الشباب ايطالي بنات ولاد ايطالي كيفاش يخموا مع تونسي مع شنو عندهم دي بريجوجي؟ تحسهم اللي هما عندهم دي بريجوجي على قولوا نحن على العرب بصفة عامة خاطر نحن ديما نصنفوا عرب معناها اني اصلا ديما يغزلوا لي على اساس اني مغربي يقولوا لي ماروكينو كي يقول لهم راني تونسي تتبدل شويه فهمت خاطر فماش برشا تونسي حسب ما لاحظت خاصه في ميلانو. فما حاجه ديما كي نجي نقول لهم مثلا راني نقرا راني سونو لاورياتو انجينيري عندي شهاده في الانجينيري الكتريك تتبدل النظره راه يحبوا معناها كي تبدا قاري ولا حاجه سورتو نقول لهم راني ما زلت نقرا نخدم ويسمعوني نحكي ساعات باللونجلي ونحكي ايطاليان قول لهم راني نحكي فرنسي وعربي يحسوها حاجه كبيره بالحق معناها الفيزيون تتبدل خاصه عن البنات. البنات يحبوا برشا نحكي فرنسي وانجلي فهمت يقدروا شكون يحترموا شكون قاري يحترموا على الاخر بالحق اصلا حتى من غير ما يبداو يعرفوا عليا شيء يعني كي جيت خاصه الميلان ووقفوا معايا برشا طلين وقفوا معايا بالحق الحقيقه يمكن كان جيت في تونس ما نلقاش تونس يقفوا معايا هكا كيما شنو اكزامبل مثلا في السكنه عاونوني في الخدمه عاونوني خاصه يسمعوا بيك تحب تقرا وجايب الحق سيريو معناه ويراوك ديما نظيف وكل محترم روحك ما عندكش الزايد يناديولك مثلا نوعا ما كي يجي السوق تاع يحبوك تعاونهم باش يشوفوك في حاجه تمشي تعاونهم تقف معاهم يرجعوا لك ثاني ومثلث معناه بالحق انسانيين برشا طلعين وسواء اني نحس النساء اكثر من الرجال يعاون تلاين. وشنو جو الماكله اكل طيب وحدك تونسي كذا في الماكله طيب وحدي من الاول اول ما جيت كلم امي بالله يا امي ابعث لي فوكال كيفاش نعمل صوت كيفاش نعمل هكا نسمع مره كل فوكال هذاك وبعد نلقى روحي نطيب في حاجات امي ما طيبتهمش ولي تاني نعطي فيها في الروسيت وكل مره نتعلم حاجه مثلا طليانيه ولا حاجه وزيد حب التطيب ان نلقى روحي نحب التطيب خاطر مع لون ترمون نحب ناكل برشا ونلقى روحي نطيب في برشا حاجات باهيه. تعمل سبور انت؟ اي نعمل سبور. باش مغروم؟ اني مغروم نحب الباليستر نحب نمشي نترينا في سال دو سبور في تونس كنت نترينا الجوجيتسو لهنا الحقيقه ما زدت ما رجعتش خاطر لي كلوب غاليين شويه تاع الجوجيتسو ونلعب سكيت بورد. سكيت اللي هو نقولوا نحن حاجه ستريت هيب هوب فما شكون يصنفها سبور اكستريم توا دخلت السبور اولمبيك 2020 اول عام معناها تتولى تصنف سبور اولمبيك وتتلعب اول مره في الجو اولمبيك في ميلانو فما الجو هذاك في ميلانو فما برشا في ميلانو فما برشا ديجا في ستاسيون تشنترالي تلقاهم برشا و الكولتور نتاع سكيت باهي على الاخر حتى ما يعرفوكش اول مره مشيت نسكيتي ماهم نعرف حد معناها وظاهر كلي خاطرهم يعرفوا بعضهم لعبت تلقى 30 40 واحد ديما هما نفسهم تراهم هما نفس الوجوه هذيك كي نمشي مره واحد مثلا حطيت ساكي بعيد قالوا لي جيبها حطها بحذانا ما يعرفونيش ومازلت ما كلمتهمش معناها كلي حاشم يعني فهمت قالوا لي جيب حط ساكي بحذانا اللي يهزوها لك هذوما واحد المره الثانيه رجعت هما يسلموا عليا ولا المرة الثالثة ولا أكثر معناها ولدت كل نوعا ما مسمور غادي وقلت لك باهين طلين معناها أصحاب جو ونحسهم يقربونا في التفدليك. نصيحة اللي مش يجي جديد مثلا شنو يعمل؟ ما عنديش خبرة برشا ما زلت جديد أما نجم ننصح في برشا حاجات هكا مع حسب ما ريت وعشت معناها الطرف اللي عشت هذيا ماذا بيا الواحد قبل ما يجي يبدا عامل بلون نتاع تعرف شنو باش تعمل كي تجي باش ما تتعبش
ماذا بي الواحد قبل ما يجي زاد يكون عنده شويه مع اللغه خاصه الطلياني، خاطر هنا ما يحكيوش فرنسي، احنا مستنسين بالفرنسي. الانجلي ما يحكيوش برشا زاد، يعني نحنا نهربوا بها ومهروب في الانجلي. فلوس ماذا بيك ملول جيت تبدا عندك تعرف فلوس، خاطر ملول ماكش باش تلقى خدمه بالسهل. تعلم اللغه وماذا بيك ملول تجيب فلوسك باش ما تتعبش حتى كما لقيتش خدمه. ماذا بينا ديما نخليو التصويره باهية على التوانسه، خاطر الحقيقه كي يسمعوا تونسي الاكثريه معناها ديما نحن عندنا التصويره هما عندهم تصويره خايبه علينا نحن. ديما تحيه تونس، حبوا تونس مهما كان. انا سلام على ولد حوتي باللي الواحد يبداش عنده حتى تشيتا دي نانسا يقعد اسمك معناه ذاك متاع تونسي معناه بسلامه.